سي القبرصي قد اقصى الشالك الالماني من اليويفا كاب. كره في حوزه شون رايت فيليبس. شون في الجون. جول لشون رايت فيليبس. يطلق القذيفه، يعطي الثنائيه للسيتيزنز. افرح يا جريت مانشستر، افرح يا سيتيزنز بهذا الهدف الثاني في هذا النجم العائد الى حظيره الابداع. تكمي وزيوت وزبون، بدات النغمه من على المدرجات. خذي معك الى القمر، هكذا يشجع جمهور السيتيزنز. تكمي وزيوت وزبون. قصه الهدف، قصه الحكايه التي بداها السيتيزنز في الشوط الثاني. اهتزت الشباك، وبالفعل مانشستر سيتي مختلف في الشوط الثاني بعد تعليمات مارك هيوز، اللاعب الاسطوره الذي حقق مع تشيلسي لقب الاف اي كاب في 17 مايو، كان ضمن الكتيبه التي